السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الحديث في CML Chronic Myelocytic Leukemia اللي له علاقة بخط الجرانيولوسيتك سيريز في باقي محاضرة CML، وبعد كده ننتقل إن شاء الله إلى موضوع الآخر من ضمن اللي هو الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا. في عندنا موضوع البوليسايتيميا فيرا، وكذلك عندنا اسينشال ترومبوسايتيميا والمايلوفايبروسيس. هذه كلها شغلات لاحظناها في التيبل السابق. نعدي هنا بشكل عام، بيعطيني هنا بيكتشر على الفيلم الموجود عندي، كيف الخلايا واضحة في هذه البلاد فيلم من خلال رايت ستين. تمام، انه بتحس انه في عندنا هاي كونسنتريشن اوف ليكوسايت بشكل عام اللي هو الستيجز بتاعتها. بنلاحظ في ايه؟ مايلوبلاست، عندنا المايلوبلاست زي ما احنا شايفين في المايلوبلاست، في عندنا اللي هو النيوكليولس في داخل هذه النيوكليوس، وبتحس انه الكروماتين نوعا ما فاين. ليش؟ لانه في عندنا هناك عمليه البرودكشن بتحصل، وما زال هناك عمليه انتاج للرايبوسومال ار ان اي بشكل عام. بي نيوتروفيليك مايلوسايت، عندنا المايلوسايت زي ما احنا شايفين الحجم اقل، وبيبدا السيتوبلازم ياخذ مساحه اوسع، وما زالت برضو النيوكلياس نوعا ما فاين، الكروماتين ابروكسيميتلي لوز. وهي انا كمان ذكر لي خليه اخرى نفس القضيه مايلوسايت. النيوتروفيل مايلوسايت بي نيوتروفيليك مايلوسايت يعني بشكل نيوتروفيليك، اللي هو الجرانيولز الموجوده عندنا ماخذه شكل يعني نيوتروفيل، لا هي اسيدك ولا هي بيسك. باند نيوتروفيل دي اي دي عندنا على هيئه باند نيوتروفيليك. اوكي، اي بيزوفيل، في عندنا بيزل، واحنا ذكرنا من ضمن الشغلات اللي بنلاحظها في السي ام ال انه في عندي انا بانكريز في البيزوفيليسيتي، وهذا الكلام له علاقه في السيتوكاينز بياثروا على البون مارو ستيم سيل، بحيث انه يعمل لي انتاج للبيزوفيل من خلال السيتوكاينز اللي احنا قلنا عنهم، اللي هو عباره عن كولين ستيمولييتنج فاكتور بالاضافه الى اذر سيتوكاينز، فبيخلي خط البيزوفيل يعمل بشكل يعني ما صح اكثر. هذا جانب. عندنا جانب اخر في الحديث هنا كمان، ذكرنا بانه بالفعل انا لازم اعمل ديستنكشن ما بين اللي هو الليكومويد رياكشن والسي ام ال، وهذا يمكن التيبل مر علينا لكن بنحاول ناكد مره ثانيه انه احنا بنقدر الان نميز بعد هذه الدراسه انه في عندنا اختلافات. نون كي كوز فور ذا ليكومويد رياكشن، طبعا بالنسبه للليكومويد رياكشن معروف الكوز بتاعه، واحنا قلنا الليكومويد رياكشن في عندنا ترانزيت بشكل او باخر، لكن بالنسبه لل يعني معروف ممكن يكون عندنا طبعا انفكشن اند سو اون. بالنسبه للسي ام ال از اتيومر بنقدر نقول مش معروف عندنا اكزاكتلي يعني بالمعنى الاصح السبب الرئيسي، لكن في موجود عندنا اللي هو مشاكل على مستوى كروموسوم الابنورماليتي تتجمع مع بعض في الاخر بيحصل عندنا السي ام ال. الوايت بلاد سيل كاونت ذكرنا غالبا ممكن يصل اكثر من 70، ممكن 100، 300، 500 الف بير مايكروليتر في السي ام ال. بالنسبه للكومويد رياكشن تقريبا ممكن يصل 60 70، فبكون على البوردر انه انت بتشك ما بين الكومويد رياكشن او يكون عندنا سي ام ال. الليكوسايت ديفرنشال بتحس انه في السي ام ال لو تطلع على الفيلم اللي شفناه الان بتحس انه في عندنا سبيكترم من البريكورسر بلاست اللي لقينا عندنا، زي ما ذكرنا مايلوسايت، عندنا الباند فورم، عندنا النيوتروفيليك، هذه شغلات بتلاحظها. ولكن في الليكومويد رياكشن تمام موستلي البريدومينانسي زي ما هو مذكور هنا لمين؟ للماتشور نيوتروفيلز. ممكن الاحظ رير ام ماتشور، هلاحظ شويه ميتا مايلوسايت، ممكن الاحظ باند اند سو اون. البيزوفيليسيتي قلنا البيزوفيل، البيزوفيل عفوا بيزوفيليا الموجودة عندي في السي ام ال نتيجة زي ما ذكرنا سايتوكاينز بتأثر على اللي هو الستيم سيل.
هناك ما لهش علاقه في الليوكوميد رياكشن. اللاب سكور لكوسايت الكالين فوسفاتيز قلنا تقريبا ديكريز في السي ام ال، في الليوكوميد رياكشن ممكن يزيد وممكن يظل طبيعي اعتمادا على الرياكشن، لانه بنحكي على انزيم له علاقه بالاكتيفيتي بتاعت الخليه. سبلينو ميجالي طبعا عندنا هيكون ميجالي اكيد للسبلين، في عندنا هيباتو ميجالي ممكن يحصل عندنا كذلك. بالنسبه للكومويد رياكشن ما فيش عندنا هذا الظاهره. الان بيجي بيحكي لي كمان على نقطه اخرى، بيقول لي عاده احنا موضوع السي ام ال يعني هي عباره عن اخف الاضرار في موضوع الكومبليكيشن بتاعت الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، انه اعطاني اياها عباره عن فيزز. فقال لي انا في هناك فيزز، كرونيك فيز للسي ام ال، في عندنا بلاست فيز، وكذلك في عندنا اللي هو عفوا كرونيك فيز اكسلريتد فيز بلاست فيز. الكرونيك فيز اللي هو بتحس انه the three defining features of a typical chronic phase are ايش بتصير عندنا هنا؟ raised granulocyte، اوكي في عندنا جرانيولوسايت عاليه طبعا معروف الكلام هذا، فيلادلفيا كروموسوم موجود، سبلينوميجالي عندي بيكون موجود بشكل او باخر في الكرونيك فيز بهذا الامر. والخلايا طبعا هنا اكيد منحنى الخلايا لو بتطلع عندك في البون مارو مش هتلاقي انه كميه البلاست بشكل كبير، طبعا هتكون كميه قليله، البلاست اقل من 10% عندنا هنا في موضوع الكرونيك فيز. تمام، الخلايا صحيح بتكون عاليه بشكل كبير التوتال، لكن البلاست بشكل عام حتكون كميتها اقل من 10%. الان الاكسلريتد فيز معناته احنا بيصير عندنا تحضير لشيفتنج في موضوع الخلايا من ناحيه اللي هو الريشيو بالنسبه للخلايا. خلينا نشوف كيف. The transition of accelerated phase is accompanied by increased refractoriness to treat which may be reflected in one or more of the following changes. يعني بقول لك بتلاحظ في هذه الاشياء انه بتبدا البلاست تزيد عندنا في البون مارو وفي البريفرال، يعني انا ممكن في الاكسلريت فيز حصير الاحظ في البريفرال بعض من خلايا البلاست، وطبعا تبدا تزيد عن 10 اللي هي نسبه البلاست في داخل البون مارو. لكن على مستوى السيركوليش عفوا في الكرونيك قلنا ما فيش حاجه اسمها 15 less than 10 بيرسون. لكن اذا انا صار عندي هنا كتوتال كاونت بشكل او باخر، هتلاحظ عندك صحيح البلاست مع البروميلوسايت مع المايلوسايت ممكن يزيد نسبتهم بشكل او باخر في البريفرال بلاد. البيزوفيلز ان جنرال موجودة عندي أكثر من 20% في السيركوليشن موجودة كنسبتهم. البليتلتس ما زالت less than 100 بير مايكروليتر. تمام، ممكن تلاحظ طبعا عندنا طبعا هل ممكن ألاحظ في فيلادلفيا كروموسوم؟ ممكن ألاحظ عندنا في فيلادلفيا كروموسوم. كمان في عندنا ترايسوم إلى كروموسوم نمبر 8. تمام، وهنا في الـ اكسلريتد فيز كمان بقول لي ممكن تلاحظ شويه بدا يحصل عندي نوع من الفايبروسيس للبون مارو، يعني بدايه انكريز للفايبروسيس في البون مارو. اذا هذه عباره عن ترانزيت فيز خلينا نسميها، اللي بعد هيك لو صار عندي كومبليكيشن اكثر حينقلني للبلاست فيز اللي هي الاصعب والاكثر تعقيد، اللي احنا وكأنه بنقول دخلنا على ايش؟ على AML، دخلنا على AML. In most cases the establishment of the accelerated phase of CML is followed by a sustained refractory treatment. The blast cells count rise in physicals. طبعا حيكون عند clinical picture حيكون في عندنا worse. إذا the blast should exceed 30%. هذا كلام واضح في هذا الامر من التوتال كاونت بتاعت اللي هو الوايت بلاد سيل. اوكي، هنا حيحصل عندنا الاكيوميليشن اوف ذا بلاست، كمان حيصير عندنا انيميا تكون واضحه بشكل اكثر، النيوتروبينيا بشكل برضه واضح، يعني مش هلاحظ كميه اني الاحظ 300,000 و500,000، لا حيقل عندنا
العدد بشكل او باخر بالنسبه للتوتال كاونت. الترومبوسايت حيكون عندي ترومبوسايتوبينيا، ليش؟ لانه الان حيحصل عندنا تاثر في الخطوط بشكل واضح، انه البليتلس هناك قلنا في الكرونيك مثلا ممكن يزيد عدد خلايا البليتلتس في هذا في هذه عفوا الستيجز ممكن يزيد او يكون اقل شويه. في الاكسلريتد نوعا ما برضه نفس القضيه. في موضوع البلاس تعرف انه الترومبوسايت حيكون نمبر قليل مقارنه مع الفيزز الاخريات اللي سبقوه. نيجي هنا الصحيح، في عندنا قبل ما نتحدث على التريتمنت عندنا الكلينيكال برزنتيشن لهذه الثلاث حالات الفيزز، معلش نطلع عليهم. بقول لي الفيز كرونيك والاكسلريتد والبلاست. الان الفيزز الثلاثه اوف ذا فيلادلفيا كروموسوم سي ال، يعني هي اجت من السي ام ال اللي عندهم فيلادلفيا كروموسوم، وكانه خلينا نطلع على الاخيره بي سي ار اي بي ال، عملية الترانسلوكيشن صارت عندي بين كروموسوم 9 و 22، فأنا حيحصل عندي وجود بوزيتيف للبي سي ار اي بي ال. هل في عندي فيلادلفيا كروموسوم؟ طبعا يكون عندي فيلادلفيا كروموسوم. هل حيصير عندي كروموسوم الابنورماليتي أكثر؟ طبعا حيصير عندي في هذا الأمر. البون مارو مايلويد هايبر بليجيا، حيكون عندنا هايبر بليجيا بشكل أو بآخر. البليتلتس تقريبا من نورمال او انكريس في الكرونيك، هنا نفس القضيه ممكن يبدا يقل عندي عفوا، هي تبدا تقل نوعا ما في الاكسلريتد. البليتلتس هنا حيكون عندها ديكريز. البيزوفيليا انكريز مش حيزيد بشكل كبير اكثر من 20%، تمام، او 20% بقدر اقول كثير هنا. في البلاست حيكون عندنا تقريبا نورمال، يعني ما فيش عندي زياده في موضوع البيزوفيل. البلاست كلمه صفر طبعا في الكرونيك قليله، يعني حيكون less than 10، تمام، less than 10 بيرسن، اكثر من 10 في الاكسلريتد فيز، واكثر من 30% في البلاست فيز. في البلاست فيز الوايت بلاد سيل كاونت، تمام، في الوايت بلاد سيل كاونت ها بتحس انها اكثر من 20,000 50,000 بعض احيانا يكون اصعب 30 100، تمام، يوصل لنص مليون في الحالات الصعبه بيحصل هذا الكلام. هنا لا بيبدا ينقص، يعني ما يزيدش عندي العدد بشكل كبير، تمام. وكذلك في البلاست نفس القضيه، ممكن يكون زياده بسيطه او قريب من النورمال لانه الوضع الان بصير اسوء. بشكل عام بيجي بيقول لي انا الديوريشن، تمام، بتاعت الحياة بتاعتهم، تمام، من خلال معالجتهم بعلاج اسمه إيماتينيب، وهذا صحيح يعتبر من العلاجات الساحرة في موضوع السي ام ال اللي هنتحدث عنه يعني الآن سون، تمام، اللي هو الإيماتينيب. وطبعا في منه جنريشن اكيد الآن في اسماء اخرى بتقريبا نفس الفهم والتأثير، ممكن يكون بشكل اكبر وله طبعا تأثيرات في اكثر من دايركشن مع التطوير بتاع الدراج هذا. فبقول لي بشكل عام تعيين الكرونيك لو كان بدوا ياخذوا اللي هو علاج الماتينب، تمام، حيحصل عندنا اللي هو الهاف لايف ممكن تزيد لخمس سنوات. في الاكسلريتد الماتينب مش حياثر، الامور تزداد سوء، تمام، وصار في عندي شيفتنج من 6 ل 9 شهور. الناس اللي صار عندهم بلاست ستيج او فيز اعرف انه الهاف لايف حتقل اقل من 6 شهور في هذا الموضوع. الان نيجي لموضوع العلاجات بشكل او باخر. نرجع عفوا شويه لموضوع الثيرابي. الثيرابي عندنا عده اشياء في هذا الثيرابي. اول حاجه كيموثيرابي طبعا، وقد ما نقدر احنا نعمل عمليه ايرلي تريتمنت في لهؤلاء الناس من خلال تايروسين كاينيز انهبيتور. الان احنا اللي بنعرفه انه هذا الانزيم الاصل احنا قلنا اللي تشكل عندنا من خلال عمليه الترانسلوكيشن او هذا الفيوجن بروتين اللي اعطاني
بي سي ار اي بي ال بروتين جاي من هذا التجمع، انه الاي بي ال في حد ذاته عباره عن كاينيز انزيم، والاكتيفيتي بتاعته معروفه وبصير له عند يعني ليفل معين خلص ستوب وهلم جرى. لكن بيحصل عندنا بعض احيان ايش بصير، او مش بعض احيان بصير عندنا يكون هذا الفانكشن بتاعه كونستيتيوتيف. ايش يعني كونستيتيوتيف؟ انه دائما في عندنا عمليه الفوسفوريليشن بتحصل لمين؟ لا السبستريت الموجود عندي زي ما احنا شايفين، هذا هو عباره عن اللي هو الانزيم او البروتين بشكل او باخر، عفوا سوري، او الكاينيز. في وجود الاي تي بي الاخضر هنا تمام، حيحصل عمليه فوسفوريليشن لمين؟ لا التيروسين. وهذا الكلام طبعا في هذا الكونستيتيوتيف انه بيصير في عندنا يعني ما فيش هناك نوع من الستوبينج له في عمليه الاكتيفيتي بتاعت هذا الكاينيز تمام. او اذا في هناك اذر بروتينز بيعملوا سبريشن لوك لايك انه الكونفورميشن تاعه ما بيخليش لاي بروتين اخر يعمل له عمليه خلينا نقول ستوب. فدائما في عندي كونستيتيوتيف اكتيفيتي. الان هذا اللي بيحصل السبستريت طبعا بدوره ما دام صار له فوسفوريليشن اوكي هيعمل افكتور، هياثر على اذر سبستريت اخر بحيث انه يعمل لي كاسكيد للرياكشن. الان هذا الدراج طبعا له اسم عباره عن اس تي اي 571، هذا اسمه اللي هو الايمتينيم تمام. بيروح ايش بيحصل؟ بقعد محل الكاينيز اللي هو الاي تي بي تمام، الاي تي بي. فعندما ياتي السبستريت طبعا ما فيش مجال نعمل فوسفوريليشن انه في شيء عندنا اي تي بي، فحيضل عندنا السبستريت مش حيتغير الكونفورميشن تاعه زي ما حصل عندي هنا، عشان يرتبط عليه مين؟ الافكتور اللي هو النكست ستيب تمام. فمش هيحصل عندي اللي هو اذر بات ويز اكتيفيشن تمام. وهيك الصحيح الصحيح كان يعني شيء ممتاز، وهذا من ضمن يعني من افضل علاجات الكيموثيرابي على مستوى الكانسرز الموجوده. هذا جانب. اذا الايماتينيب من ضمن الشغلات المهمه في علاج الناس اللي عندهم خاصه سي ام ال. في عندنا علاج اخر انترفيرون. احنا بنعرف انترفيرونز موجوده، ممكن يعطوا انترفيرون الفا وبيتا وجاما. الانترفيرونز ان جنرال طبعا بنقدر نقول بتساعد في عمليه الاكسبريشن للام اتش سي كلاس 2 ان جنرال، ولكن طبعا احنا هنا عنا يعني في موضوع ال الديفنس ميكانيزم لابد يحصل عندنا اللي هو يعني اتاك من خلال زي ما احنا درسنا في الاميونولوجي، يكون عندنا سايتوكسيك سيل شغاله. وده السايتوكسيك طبعا بدها تكون شغاله سيل اللي هي السي دي 8 سيل، هتكون عندي نشيطه. في الحاله هذه لازم يكون عندنا طبعا عندها تعريف بانه في عندي ام ات سي كلاس 1 حامل لي ايش؟ حامل لي اللي هي البيبتايد. فانت لما بتروح تعطي انترفيرون الفا، الانترفيرون الفا له مستقبل في التيومر سيل، وحيزود من الاكسبريشن بتاعت الام اتش سي كلاس 1 على سطح الخليه السرطانيه، وحيعمل برزنتيشن لهذا الام اتش سي كلاس 1 مع البيبتايد بتاعه تمام. وهيك بيحصل عندنا اللي هو موضوع البرزنتيشن، وفي مجال يصير عندي اتاك من قبل السي دي 8 سايتوكسيك سيل. هذا بالنسبه لموضوع الانترفيرون الفا، له علاقه اكثر حاجه في عفوا ام اتش سي كلاس 1 سوري ام اتش سي كلاس 1 اكسبريشن على التيومر سيل بشكل عام. طبعا الامور ممكن هنا تحل بوجه اخر، وهذا طبعا تعرف موضوع ستيم سيل ثيرابي او ترانسبلانتيشن اللي بون مارو ترانسبلانتيشن، ان انت ممكن تعمل الوجينيك بون مارو ترانسبلانتيشن تمام. وكل مكان الانسان مور يانج كل مكان الامور افضل. وطبعا هنا انت لازم تطلع على موضوع الكومباتيبلتي تمام. وفي الالوجينيك طبعا رير تلاقي ناس يعني هيستو كومباتيبلتي بتاعتهم جامده بحيث انه يصير كومباتيبل ما يصيرش عندي اميون ريسبونس اجينست اللي هو الدونر ستيم سيل تمام. ولكن طبعا في هناك بعض الاحيان بيكون تقارب انه ممكن يصير في عندي نوع من الكومباتيبلتي بشكل او بنسبه معينه مقبوله مما يعمل عمليه الترانس بلانتيشن. بهيك ان شاء الله بنكون احنا انهينا موضوع سي ام ال اللي له علاقه بالكرونيك جرانيولوسيتيك لوكيميا اللي هو خط مين؟ خط الميلويد لاين.
فإن شاء الله المحاضرة القادمة نبدأ نتحدث على البوليسايتيميا بشكل أو بآخر، واللي المقصود فيها للعلاقة علاقة في موضوع الكرونيك مايلوستيك لوكيميا اللي هم عبارة عن بوليسايتيميا روبرا فيرا. إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.